بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج ركن من أركان الإسلام، لكن من نعمة الله أن الحج ليس بواجب في العمر إلا مرة واحدة، وينبغي للحاج أن يخلص نيته لله عز وجل، لأن الله قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا، أن يتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم نوصي إخواننا الذين يريدون الحج أن لا يشرعوا في السفر إلى الحج حتى يكونوا قد تعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج، حتى يتأسوا به، وليمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: خذوا عني مناسككم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، أو ركن من أركان الإسلام، من مباني الإسلام العظيمة التي يقوم عليها، وهي فريضة فرضها الله عز وجل على عباده بشرط الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. والحج فيه عبادات عظيمة، عبادات الامتثال والانقياد والتسليم لله رب العالمين، وكثرة الذكر له عز وجل، وإقامة الذكر لله تعالى. فما جعل الله سبحانه وتعالى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إلا لإقامة الذكر له وحده عز وجل، لأنهم كانوا في الجاهلية يشركون مع الله غيره، فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانت تلبية المسلمين التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحج لإقامة الذكر لله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظيمة تبين فضل الحج. من هذا الحديث الحسن الذي رواه الطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، انظر من أين يحسب لك الأجر. أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي تقصده، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة. كل خطوة يكتب الله عز وجل لك بها حسنة
ويرفع ويمحو عنك سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمال عالج، مثل رمال عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء، مطر السماء، ذنوبا غسلها الله عنك، غسلها الله عنك. لو كان عليك من الذنوب مثل رمال عالج، أو مثل قطر الدنيا، أو مثل أيام الدنيا، أو قطر السماء، لغفرها الله عز وجل لك، غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، هذا فضل الحج وفضل الحاج الذي يحج إلى بيت الله، الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الفريضة العظيمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه المغفرة مقيدة بقيود عظيمة، من ذلك أنك تحذر المعصية. من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع، ولم يفسق يعني لم يرتكب معصية لا في قول ولا في فعل، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحذر من المعصية، تب الآن. يا من أكرمك الله عز وجل بحج بيت الله الحرام، تب الآن من جميع المعاصي، ورد جميع المظالم، تب إلى الله عز وجل توبة نصوحا لا رجوع للذنب بعدها مرة أخرى. الندم ثم الإقلاع فورا، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى لكي تنال هذه المغفرة. فإن بعض أهل العلم يقول: من تعمد المعصية في حجه فقد بطل حجه. نعوذ بالله العظيم من ذلك. وكثيرا من الحجاج ومن المعتمرين يعصون الله عز وجل في هذه البقاع الشريفة المقدسة. فالحذر من المعاصي في هذا المكان، كالجهر بشرب الدخان أو أن يشربه في السر مثلا، هذا لا يجوز. تب إلى الله من الآن، وضع سجارتك تحت قدميك، تب إلى الله عز وجل. أنت تنفق الأموال العظيمة وتلبي نداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فلا تضيع ذلك سدى بمعصية لله تعالى. والمعصية في البلد الحرام معصية عظيمة مضاعفة، فإن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد هنا يشمل جميع المنكرات، يشمل جميع المعاصي. فإياك والمعصية في بلد الله الحرام أو في بلد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من فضائل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟
قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور، الحج المبرور قيل الحج الذي لا إثم فيه، حج لا معصية فيه، حج مبرور، أفضل العمل، أفضل العمل عند الله سبحانه وتعالى. وقيل الحج المبرور هو الذي يرجع صاحبه فيه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، يتغير حاله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج فرض مرة واحدة في العمر، الحج فرض مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع. وفضل هذا التطوع، التطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذه النفقة نفقة يخلفها الله عز وجل، نفقة لا تضيع، لا تضيع. النفقة التي تنفقها في الحج والعمرة يعوضها الله عز وجل ويخلفها الله سبحانه وتعالى على صاحبه، والحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة لبعض فضائل الحج. فإذا أردت عبد الله هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى فالتزم بما ذكرناه، وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. أولا قبل السفر، قبل السفر كما ذكرنا تب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله واحذر العزم على المعصية. ثانيا تخير النفقة الطيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأن يستجاب لذلك؟ نعوذ بالله. تخير النفقة الطيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويجب عليك أن تترك لأهلك من زوجة وولد نفقة تكفيهم حتى ترجع إليهم، وإن كانت عليك حقوق أو لك حقوق فيلزمك أن تكتب وصية، أن تكتب وصية وأن تبين فيها ما لك وما عليك. وإن كان هناك أحد يسألك دينا فعليك أن تستأذنه في السفر، فعليك أن تستأذنه في السفر، أو تكون قد تركت مليا وراءك يدفع عنك دينك إن حدث لك أمر. كذلك أيضا الإخلاص، فالعبادة مدارها على الإخلاص والمتابعة، ولا يقبل الله عملا إلا بإخلاص ومتابعة. الإخلاص التجرد لله عز وجل في العمل، لا تريد بحجك سمعة ولا رياء ولا حطاما من حطام الدنيا الفانية، إنما تريد بحجك وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا المتابعة، أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يلزمك أن تتعلم، أن تتعلم فقه الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم،
تتعلم فقه الحج، كيف تحج وكيف يكون حجك صحيحا إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا ينبغي عليك أن تختار الرفقة الصالحة، الرفقة الطيبة، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال صلوات الله وسلامه عليه، والرفيق في السفر له حق كما قال الله عز وجل: والصاحب الجنب، فسر الصاحب الجنب الزوجة، وفسر بالرفيق في السفر أو في الطلب أو في الدراسة أو العمل، فهذا له حق أن تحسن إليه، أن تكرمه، أن تعامله بالحلم والإحسان والعفو، وأن تبذل له خيرك. كذلك أيضا أن تأخذ معك نفقة تكفيك حتى لا تكون عيالا على غيرك، أو أن تشق على غيرك في سفرك. ثم اخرج سرا وحاول قدر الاستطاعة أن تخفي عملك. فليس هناك في الحج ما يفعله بعض الناس من الأذان على الباب عندما يخرج الحاج من البيت، يؤذنون أو أن يصلي صلاة خاصة أو يزغرتون أو إلى غير ذلك مما نراه. أخلص، تجرد، اجعل عملك لله سبحانه وتعالى، أخف عملك قدر المستطاع لله سبحانه وتعالى. كن خاشعا متخشعا، عليك السكينة، عليك الوقار، عليك الذكر، أنت في سفر طاعة، واعلم أن المسافر دعاؤه مستجاب كما قال صلى الله عليه وسلم: ففي سفرك أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء من أول ما تخرج إلى أن ترجع، والله سبحانه وتعالى المستعان. ثم تبدأ في النسك. فالغالب في سفر الناس اليوم أنهم يذهبون إلى المدينة أولا، فالذهاب إلى المدينة ينبغي أن تعلم أن المدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وبها المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وفيه مسجد قباء، وفيها مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وبها البقيع مدفن الصحابة رضي الله عنهم، وبها جبل أحد، الجبل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: جبل نحبه ويحبنا. وفيه شهداء الصحابة في يوم أحد، فيه حمزة ومصعب رضي الله عنهما. المدينة لا يجوز أيضا لك في المدينة أن تحدث فيها حدثا أو أن تؤوي محدثا، لا يجوز لك أن تعصي الله فيها، كما نراه من كثير من المعتمرين والحجاج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعصية دعها وراء ظهرك، أنت في سفر طاعة، أنت في سفر ترجو فيه المغفرة، ترجو أن تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وفي سفرك إلى المدينة اعلم أن السفر إلى المدينة مستحب، وأنك تسافر إلى المدينة لتزور المسجد النبوي، وبالتبع تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتزور البقيع، وتزور أحد وشهداء أحد، وتزور قباء، وتدعو وتصلي فيه ركعتين. هذه هي الأماكن التي تزورها في المدينة، ليس هناك مكان آخر. إذا ما وصلت إلى المسجد النبوي تقدم الرجل اليمنى وتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تدخل وتصلي ركعتين تحية المسجد، وبعد الصلاة تتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقف أمامه وتقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأخذ خطوة
أو خطوتين ناحية اليمين ثم تقول: السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك، ثم تأخذ خطوة أو خطوتين ناحية اليمين أيضا تقول: السلام عليك يا أبا بكر، يا السلام عليك يا عمر رضي الله عنه، ثم تخرج من الباب. هذه هي الزيارة، هذه هي الزيارة. ليس هناك تمسح، ليس هناك تمسح بالقبر، وليس هناك دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو سلام عليه صلى الله عليه وسلم، سلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردت أن تدعو فإنك تستقبل القبلة، لا أن تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ الذي يقع فيه الناس أنهم عندما يخرجون من بلادهم يقولون: نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثم بعد زيارة المسجد بالتبع أنت تذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتزور البقيع في يومك أو بعد يومك، تزور البقيع، وزيارة البقيع كزيارة المقابر، تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقبر عثمان رضي الله عنه معروفا، إن عرفته من الناس فزره وهو في البقيع، وقل: السلام عليك يا عثمان رضي الله عنك وأرضاك. وتزور أيضا جبل أحد، وتزور الشهداء وتسلم عليهم وتدعو لهم، تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، فإن هذا بمثابة عمرة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: وأنت في المدينة تكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، وتحافظ على الصلوات المفروضات في المسجد، وتحاول وتواظب على الصلوات المفروضات في المسجد. هذا في مقامك في المدينة. فإذا ما أردت أن تخرج من المدينة فإنك تمر على ميقات أهل المدينة، وهو ميقات أبيار علي أو ذي الحليفة. هذا ميقات أهل المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كما قال صلى الله عليه وسلم. فتمر على ميقات أهل المدينة وهو أبيار علي أو ذي الحليفة، وهناك أنت أيها الرجل، هناك مسجد كبير في هذا المكان، وهناك مكان للاغتسال، فإنك تغتسل، تنظف نفسك النظافة الداخلية، وتغتسل كغسل الجنابة، ولا بأس أن تضع طيبا في لحيتك وفي شعرك وفي جسمك، ثم تلبس إزارا ورداء لا مخيط فيه، تستر الجزء الأعلى وتستر الجزء الأسفل لا مخيط فيه. والمخيط معناه أن تلبس ثوبا على قدر العضو، أن تلبس ثوبا على قدر العضو، كمثل أن لا يجوز لك أن تلبس مثلا قميصا زي أفطان أو طاقية أو فانيلا أو سروال قصير أو سروال قصير داخلي، لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك أن تلبس مخيطا. اللباس للرجل إزار ورداء لا مخيط فيه. وليس المخيط كما يفهمه الناس متخيط، ليس المخيط معناه هذا، المخيط ما يلبس على قدر العضو،
ما يلبس على قدر العضو، زي قفطان، زي فنلة داخلية، زي سروال قصير داخلي، زي غطرة، زي سروال، هذا ما يسمى المخيط. لا تلبس مخيطا، إزار ورداء، إزار ورداء. وأما المرأة فإنها تحرم في ثيابها، ثياب الحجاب، غير أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. وطبعا اليوم اختلاط، وهناك اختلاط بالرجال، فإنها تسدل شيئا من أعلى رأسها على وجهها، ولا بأس أن يمس وجهها، لا بأس بذلك. وأما بالنسبة ليديها فتدخلهما داخل الكم، تدخلهما داخل الكم إذا كانت بحضرة الرجال. فإذا تم هذا الإحرام وهذا الملبس فإنك تنتظر، إن كان وقت فريضة فأحرم بعد الفريضة. الإحرام المقصود أنك تهل بالنسك، تصلي فريضة أو تصلي ركعتين سنة الوضوء، وتنتظر حتى تركب الأتوبيس، تركب الأتوبيس، تنتظر حتى تركبه، وعندما يتحرك تنطق بالنسك الذي ستهل به. وأولى الأنساك وأفضلها، بل أوجبها الإمام أحمد رحمه الله، والتمتع. والتمتع كما سنبين أنك تفعل عمرة في أشهر الحج ثم تحل منها ثم تبقى حلالا إلى يوم التروية. في الميقات في المدينة، بعد أن ويتحرك بك الأتوبيس، فإنك تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أنت بذلك دخلت في النسك، النية محلها القلب، نيتك أنك قد دخلت في النسك بنيتك، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كنت ستحج عن غيرك تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان، وتسميه باسمه، تقول عن فلان، ثم بعد ذلك تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال العج والثج. العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، ترفع الصوت بالتلبية، وتفهم معنى التلبية. لبيك إجابة لك بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، أنت وحدك سبحانه وتعالى الإله الحق، إن الحمد والنعمة.